بص يا مدرية، جبت ايه؟ ايه؟ ها ايه رأيك؟ ما انا برضك لازم اجيب حاجة جهازي من دلوقتي. وده ماله مال الجهاز يا بت؟ ها؟ انا اللي اعرفه ان الجهاز بيبدأ بالستاير والاجهزة والحلل وعدة المطبخ، مش عدة اوضة النوم يا حلت امك. ايه ياما سدنة النفس دي؟ عجبني جبته. ايه؟ بقولك انا هبقى انزل الذهبية واخليها تشوف لي صرفة وتعمل اي حاجة تفك ام النحس ده. عارفة ياما، انا ساعات كده بسأل روحي هيجرى ايه يعني لو ما اتجوزتش؟ هموت؟ بعد الشر عليك يا ضنايا، ان شاء الله اللي يكرهك. بس ارجع واقول برضك الجواز حلو. اشوف الستات في الحارة بيشتكوا من جوازاتهم ويشتموا في الجواز، اقول لروحي طب ما جايز ربنا مقعدني كده عشان افضل حرة نفسي. بس لا، انا عايزة اتجوز. نفسي اسمع كلمة حلوة، نفسي حد كده ياخدني في حضنه طبطب عليا، بحس كده اني مسؤولة منه. فاهماني؟ ها هتيجي ولا حط عامر مكانك؟ وعامر ده اخر يطلع مين؟ عامر خان بتاع دوم سرير.